أحسن الأخ العزيز أهلا وسهلا، الفاضل، أهلا تفضل. وسهلا بالمتقاعدين. يا هلا ومرحبا. بياهم نطب لك يا وطن منهن، هواي جروحنا ما نقدر نعدهن، احنا أول شعب يحفظ رقم دفان، ويومية على غالي هدومنا نشكهن، منك ما خذينا بكل وقت نطيك، المقابر تنترس والرد نكملهن، ويا شاب نعرف الله يروح ما نقول، كل هاي المصيبة جروحك نحبهن، نحبك يا وطن وما تحبنا ليش، نحسك مو وطننا وغربة بيك نعيش، والسيد المو شريف الما يعرف الهين، والسيد المو شريف الما يعرف الهين. شكرا جزيلا. شكرا عيني ابو حسن، شكرا شكرا شكرا، اهلا وسهلا. ابو علي شلونك؟ ابو علي شلونك؟ شلون الصحة؟ شلونك بعد؟ ما صارت لك شغله؟ ما ناشدنا هو والله بعد ادري ناشدنا واحنا هم ناشدنا. اي والله حكينا قلت القناه والله انت تستاهل كل الخير. نعم الله وديك. بس شو تسوي؟ ما حد يسمعك. ان شاء الله محمد شاه السوداني يسمع. والله احنا ناشدنا ابو علي، ما تعرفون حالته شويه، ما يقدر يحكي، مريض ادري بيه، لان مسوي عمليه هو بالقصبات فما يقدر يحكي. راح نقول لكم شنو قصته. سوى عملية هنا ببغداد بالعراق، زين، وسووا له تنفس مالته منه من اللي هسه هو يتنفس، اللي يدوس منها. عليها يلا يلا يقدر يحكي، ماكو ايه زين. واحنا ناشدنا بوقتها سعد البزاز، قايلين له انه عمليته كلها بالمانيا، مو بالمانيا نقول المانيا، قايلين لك رجل سبع ويقدر كل شيء يسوي، يعني هاي الانجازات والعمل ماله كل العالم راضي عنه. يعني نشوف هسه هو من يحكي اللي يخلي صبعه يلا يقدر يحكي. إيه؟ ما يقدر يحكي. ما اقدر احكي اذا ما يحكي. اذا ما يخلي صبعه ما يقدر يحكي. ان شاء الله انت محمد شاه السوداني لو سعد البزاز، هذول يعني ناس واعي يطلب منهم الرجال. تناشد كل المنظمات والهيئات المؤسسات. المؤسسات. الخيريه والانسانيه. ان شاء الله وبيته معروف بالشواكه. بس يسألون عن محمد الشيعة السوداني، يم ذول أهل السمج، بس يسألون عليه. أي واحد عند المقدرة موجود يعني هناك، يم التقاعد العامة، أي يم التقاعد العامة بيته موجود، يعني أي واحد يقول قدوري أو بالكباب ماكو واحد. تليفونك عندنا موجود، تليفونك موجود إن شاء الله تليفون. إذا اتصل بينا أحد إن شاء الله سايلكم كل شيء وإحنا نجيبهم ونجي والله العظيم. يعني وتدلل وتدلل إن شاء الله. نعم أني أتوقع منكم كل الطيبات إن شاء الله. إن شاء الله. وتعرف أنت هذا ما حد يزرع على إن شاء الله بس محمد شيعة السوداني. إيه لأن عمليتك تكلف. هو أبو علي ما يقدر يحكي. إيه ما يقدر يحكي، ما يقدر. قاعد ببيت إيجار يعني. وشون بيت هو؟ بيت يعني ما يصلح للحيوان، مو للبشر. بالشواكة. بالشواكة ورا التقاعد. يم التقاعد تتندل بعد. يم التقاعد. أشكرك أبو أحمد. يعني هاي القناة مالتكم. إن شاء الله ما نقصر وياك. إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا هنا موجود إن شاء الله. تعال ويانا. تعال ويانا هناك. القاعة. يلا. نرحب بالأخ أبو مهند الناشط المدني. أهلا وسهلا. تفضل. بارك الله فيكم. شكرا لقناة المتقاعدين. شكرا لجنابة أستاذنا نعم العاصي أبو أحمد. والشيخنا الغالي الحبيب أبو علي، حقيقة المواضيع كثيرة. اليوم نتحدث عن موضوع الإيثار، يعني أبدي قول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، صدق الله العظيم. هذه دلالة أنه الإنسان بقدر الإمكان أنه يعين أخيه الإنسان في كل أوقاته وفي كل الأزمان، ولاحظ أنه هذا الإيثار موجود بين مجتمعنا العراقي حقيقة، وخاصة عندما تكون هنالك أزمات اقتصادية وغيرها، ولاحظناها حقيقة هذا التكافل الاجتماعي عندما كانت هناك جائحة كورونا. حقيقة يعني بعض الأحيان الحكومة عجزت عن تقديم المساعدات العينية والنقدية للمواطن، لأنه فترة طويلة ووفيات كثيرة وإصابات عديدة، فشوف أنه كان هنالك تكافل اجتماعي بين المسؤولين، وصل الحال انه ايصال المؤن يعني المواد الغذائيه والنقديه الى الدور عن طريق بعض المسرين، وهذه طبعا علامه فارقه في تاريخ العراق، لانه العراق مشهود لانه ابنائهم اصحاب غيره، ولهذا انه ليس غريبا انه عندما يكون هكذا تكافل اجتماعي.
ايضا الحكومات المتعاقبه. المدنيه مو الحكومه. لا لا لا, 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 لا انه الحكومه ذلتهم مسبقا انه وقفت عاجزه عن تقديم المساعدات. يعني بالمراحل الاخيره من الوباء وزعوا مساعده غذائيه. هي يعني نلاحظ انه حتى الحكومات العراقيه المتعاقبه, انا اتحدث عنها قبل عام 2003, من لحظه من تاريخ الارشيف العراقي انه من يصير ازمات في كل الدول, فيضان او كوارث طبيعيه او حروب, العراق ايضا سباق حقيقه, سباق الى انه يمد يد العون والمساعده الى الدول المتضرره عن طريق ارسال المؤن والمواد الغذائيه والمواد الطبيه في تلك المراحل, رغم انه بعض الاحيان العراق بحاجه لمثل هذه المساعدات, ولكنه يجمعنا الدين المشترك ويجمعنا الانسانيه اللي هي تتفوق على كل هاي المظاهر اللي حددناها. اليوم حقيقه وضعنا الاقتصادي الجميع يعلم انه اليوم البلد يعتمد على مبيعات النفط, يعني اقتصاد ريعي, يعني انه احنا رواتبنا وما بتعلق بحياتنا الاقتصاديه اليوميه مرتبطه بمبيعات النفط. اليوم نلاحظ استاذ العزيز ابو احمد انه حتى منظمه الاقطار مصدر النفط فرضت على بعض الدول المنتجه انه تخفيض انتاجها, من ضمنهم العراق خفض انتاجه, وهذا بالتالي انه هذا تخفيض الانتاج راح ياثر على المبيعات وبالتالي ياثر على يعني اقتصاد العراق, لان اقتصادنا ريعي وما عندنا غير موارد اخرى. يعني انا المفروض انه الدوله تخطط يكون بموازات النفط, يكون مشاريع زراعيه, يكون مشاريع صناعيه, يصير مشاريع سياحيه, لانه هسه بعض الدول يعني حتى العربيه اعتمادها اذا ما بها موارد طبيعيه فاعتمادها على السياحه, لان السياحه يعتبر من النهر من ذهب. يعني حتى كان بالعراق قبل 2003 هاي المقوله, السياحه نهر من ذهب باعتبار انه دخل عمله صعبه للبلد. واليوم نلاحظ انه للاسف الشديد الدوله معتمده اعتماد كلي على النفط. بعدين احنا عندنا موضوع ثاني, موضوع الزراعه للاسف الشديد اعتمادنا الاول والاخير على المستورد من الدول الجوار ودول العالم, وبالتالي شوف انه احنا حتى يعني اقتصادنا يعني ركيك ضعيف, وبالتالي اليوم اكو توجه, يعني حتى الاخبار تواردت انه اكو توجه انه تاخير رواتب الموظفين, تاخير رواتب الموظفين وقد يكون حتى المتقاعدين. طبعاً طيب ما ذنب الموظف وما ذنب المواطن وما ذنب, وخوفنا انه اذا التاخير يعني لايام معدوده قد نتحمل, ولكن الخوف من القادم انه يكون هناك ضرائب ورسوم على المواطن, لانه هذا حتى يعوضون النقص في الموازنه. وبالتالي اخي العزيز السادني ابو احمد نتحدث احنا عن الايثار, احنا الحكومه اليوم عاجزه عن توفير ابسط مستلزمات الحياه للمواطن العراقي من مستلزمات طبيه علاجيه, مستلزمات مدرسيه وغيرها. فاعتقد انه بدل ما انه يكون مد يد العون الى الدول المجاوره والدول الاخرى اللي بحاجه لمساعده, من الافضل انه يمدون يد العون لابناء بلدهم حتى ينعمون بنوع من الرفاهيه والاستقرار, وبالتالي يلجؤون الى ما الى دول الجوار وتقديم ما يمكن تقديمه. شكرا حبيبي. شكرا حبيبي.